8 أعوام من العطاء والإبداع، برعاية رئيس أركان الجيش. تحتفل مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بالذكرى السنوية لتأسيسه وبحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات. احتفت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا اليوم بالذكرى 8 لتأسيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية. هذا المركز الذي يشكل مصنع للأفكار والرؤى ويسهم إسهامة فاعلة بتقديم الدروس فضلا عن الدراسات والبحوث التي تسهم في معالجة المعاضل والمشاكل التي تعاني منها المؤسسة العسكرية. فألف تحية وتحية إجلال وإكبار لكل العاملين بهذا المركز، ونأمل أن يتقدم هذا المركز بإنجازاته ونشاطاته مستقبلا. يقوم مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بإعداد ودراسة علمية ونظرية وتطبيقية من خلال 3 أقسام: شعبة الدراسات الإقليمية والدولية، وقسم البحوث والأوراق البحثية ذات الطابع العسكري، وقسم النشر والترجمة، وشعبة المجلة والإصدارات. مركز الدراسات مصنع الأفكار والرؤى. برعاية السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المحترم، أقام مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية احتفالية بمناسبة مرور 8 أعوام على تأسيسه. هذا المركز الفتي الذي بفضل باحثيه قدم الكثير من الدراسات والبحوث التي تنسجم وتتناغم مع الواقع العلمي والأكاديمي داخل وزارة الدفاع، وكانت محط أنظار وإعجاب كافة المعنيين، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل بكثير بإذن الله تعالى ودعم المراجع العليا. إعلام وزارة الدفاع، حنان محمد.